وزير الأمن القومي خائن، وزير المالية خائن، وزير التعليم خائن، أما رئيس الحكومة فخائن أيضا. إسرائيل يديرها الخونة، حقيقة توصلت إليها صحيفة هارتس الإسرائيلية في مقال كشفت فيه كيف يخون وزراء حكومة نتنياهو وظائفهم، وكيف يقود هو نفسه إسرائيل نحو الهاوية، فكل منهم يعمل فقط لمصلحته السياسية الشخصية وليس للمصلحة العامة، هكذا قالت هارتس. لكن كيف؟ وزير المالية يلحق الضرر بالاقتصاد، فبدلاً من أن ينشغل بأسباب خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل والكارثة الاقتصادية وفقاً لهارتس، فأنه يتهرب من واجبه كوزير للمالية وينشغل بتطوير المستوطنات. وعلى نفس الطريقة الخيانية يسير وزير الأمن القومي، فهو أيضاً يلحق الضرر بالأمن القومي، إذ وصفه الإسرائيليون أنفسهم بالإرهابي المخرب. أما زعيم المعارضة يائير لبيد فقال إنه لم يسبق لوزير أن ألحق الضرر بهذا الحد بأمن إسرائيل وصورتها أمام العالم مثل بن غفير. حتى وزير التعليم يلحق أيضا الضرر بالطلاب ولا يهمه سوى مدارس الحريديم التي منحها مزايا ومبالغ ضخمة بالطبع من أجل مصلحته السياسية، ليكون وزراء نتنياهو ما أسمته هارتس بائتلاف نتنياهو للنهب. النهب والفشل صفتان وصمت بهما هارتس حكومة نتنياهو، فكل ما ينجحون فيه فقط هو القتل والتدمير والحفاظ على تحالفهم المشؤوم. فهل يصمد هذا التحالف في وجه تلك الاتهامات طويلاً؟